بدنا نحارب الساعة الرخيصة اللي بتنتزع بعد يومين وبكترك استرابات. انسى، لو حقق دولار واحد بدك تخسر الدولار. بتيجي بتاخد ساعة الماي برو، شوف منها ساعة A2، هيدي هي الساعة وهيدي هي المميزات. عم نحكي عن ساعة 1.39 انش TFT HD، 350 ملي امبير بطاريتها، up to 10 day بطاريتها، ماتيريال ميتال زائد بلاستيك، هيدي بقلبها ستراب ماتيريال، هيدي بقلبها حتى بقلبها الستراب بيجي هوفن سنسر بلود اكسجين وسنسر بي بي جي هارت ريت، 2 اي تي ام ووتر ريزيستنت، وريست بلوتوث دبليو تي يعني بي تي كول وبلوتوث كول، 70 سبورت مود. هيدي الساعه اللي حقها 40 دولار موجوده عنا، بدنا نبيعها ب 40 ومين ما يزعل يزعل، معها كفاله وثلاث اشهر على الشاشه، حتى الاولاد قالوا حصه الاسد. هيدي الساعه البي 5، هيدي الساعه اللي بتيجي 1.3 اي بي اس كلر سكرين، بيجي منها لونين بينك وبلو، 4 جي لايت، جي بي اس، واي فاي، بيدو اي ال، بيز ستيشن، جي سنسر، كاميرا، باتري 900 ملي امبير، ووركينج تايم اب تو 7 ايام، الكاميرا 2 ميجا بكسل، ووتر بروف، ريتنج اي بي اكس 8، اي ابلكيشن اللي بدنا ننزلها ضروري اسمها ماي بروفيت. هيدي هي الساعه الكتير مرتبه اللي حقها 65 دولار اللي موجوده بستار كول، معها كفاله سنه وثلاث اشهر على الشاشه. ماي برو، روح لبعيد، روح.